عقد الزواج مشاهدينا الكرام رباط مقدس وميثاق غليظ تزهر من خلاله الحياة إذا أحسن كل من الشريكين اختيار شريكه على أساس الإيمان والتقوى وحسن السيرة والخلق الكريم. وكأي علاقة بين الشريكين لابد من تقنينها وتأطيرها بعقد يحفظ لكل طرف حقوقه ويحدد واجباته لكي تسير الحياة الزوجية بخطى مستقرة وآمنة. عقد الزواج بين الشرع والقانون هو موضوع لقائنا التالي مع الدكتور فيصل بن سعد العسامي المحامي والمستشار الشرعي والقانوني والقاضي بديوان المظالم سابقا. حياك الله معنا دكتور. اهلا وسهلا بكم وحياكم الله. حياك الله دكتور نورتنا يا سيدي. اهلا وسهلا الله يحييك. بدايه دكتور يعني خلينا نتكلم عن شروط عقد الزواج الصحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه مثل ما ذكر الاخ عقد الزواج هو ميثاق غليظ. وهو بداية حياة جديدة بين الزوجين صحيح. تختلف عن الحياة السابقة قبل عقد الزواج. هذا العقد الزواج الحديث عن حقيقة من ناحية الشرعية تختلف عن ناحية اجتماعية عن نواحي أخرى كثير متعددة. لكن فيما يتعلق بالشروط شروط عقد الزواج أنا أحب أنبه بداية هناك فرق بين أمرين. هناك فرق بين شروط الزواج و الشروط في الزواج. أيوة. شروط الزواج وشروط عقد النكاح هي الشروط التي من الشريعة الإسلامية التي لا يصح النكاح إلا بها. لكن الشروط في الزواج هو أن يشرط أحد الزوجين على الآخر شروط في عقد الزواج. فهذا فرق عن هذا. لكن شروط الزواج يعني هناك بعض الشروط متفق عليها بين أهل العلم. وحقيقة إحنا ما في برنامج لسنا في برنامج أقصد فقهي ولا صحيح. هذا. لكن نتحدث قانونيا نعم هو هناك خلاف بين الفقهاء في تحديد عدد هذه الشروط وما هي شروط عقد الزواج تحديدا. لكن هناك شروط متفق عليها يعني مثل شرط التراضي لا يجوز مثلا إكراه أحد الزوجين على الآخر يعني هذا أمر مرفوض شرعا ومرفوض أيضا نظاما. وكما سمعتم أيضا هناك أيضا تحرك من الجهات المختصة في تحديد أيضا سن الزواج وما يتعلق بزواج القاصرات ونحو ذلك وهذا أيضا أمر مختلف لكنه من الناحية التنظيمية لتنظيم أيضا النواحي الشرعية. الزواج طبعا لا يتم إلا بولي وشاهدين ويكون بإيجاب وقبول وتحقق الأركان الشرعية الواجبة. يعني بمجرد الإيجاب من الولي والقبول من الزوج يتم عقد الزواج حتى وإن لم يكتب شرعا تم شرعا. وهذا العقد بمجرد أن قال زوجتك وقال الزوج قبلت يعتبر قد بهذا العقد فقط قد تم عقد الزوجية. الكتابة والتوثيق هذا ليس إلا عفوا بين ولي الأمر والزوج بين ولي إيه نعم بين ولي أمر الزوجة أيوة. والزوج بمجرد أن يقول زوجتك قال قبلت وشاهد الشاهدين تم عقد الزواج كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد نعم. ذكر منهم النكاح والطلاق نعم والرجعة أيوة. النكاح والطلاق والرجعة هذه جدهن جد وهزلهن جد. ولذلك يعني ينبغي الحرص عدم المزاح وعدم في مسألة الزواج أن يقول شخص لآخر زوجتك ويقول الآخر قبلت. يعني حتى من العجيب أن هذا يتم حتى في لو كانت البنت دون سن البلوغ لكن يتوقف على رضاها بعد سن البلوغ أو يعني يلزم النكاح بعد. بنشاهد نعم. دكتور بعض الناس بيقولوا فلان لفلان أو خلاص بيأكدوا والأب يقول هذه فلانة لفلان هذا مسألة وعود الوعود تختلف لكن الفرق لو تم العقد أن يقول زوجتك يقول قبلت هذه تم هذا تم العقد ما فيها لعب نعم هذا خلاص انتهى. وأنا جالسة بحاول أفتكر فين كنا نسمع زوجتك نفسي وقبلت الزواج بك يعني شرعا ما في شيء زي كذا. لا شرعا يجب أن يكون هناك ولي للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فالنكاح الشرعي هو لابد أن يكون بولي. طبعا هناك زواجات يعني إن صح التعبير في كل دولة وكل منطقة يعتبر هناك نوع من أنواع الزواج قد يكون له أحكام معينة. يعني مثلا هناك بعض الزواجات التي لها صفات أو شروط معينة بعضها توافق الشريعة بعضها تخالف الشريعة. مثل في مصر مثلا يقال الزواج العرفي في بعض الدول الزواج السياحي زواج الفرند زواج المسيار زواج يعني في كل دولة تجد نوع من أنواع الزواج بعضها توافق أحكام الشريعة
وبعضها لا توافق أحكام الشريعة. طيب خليني أرجع للأساس موضوعنا اليوم اللي هو ما يتعلق بالشروط. لو تم هل يجوز أول شيء وضع شروط إضافية غير الشروط الأساسية اللي يصح فيها الزواج؟ شروط في عقد الزواج. هي الشروط في عقد الزواج تختلف عن شروط الزواج. شروط الزواج هذه أو شروط النكاح هذه شروط شرعية لا يجوز فيها زيادة ولا نقصان. هذه شروط صحة النكاح من الشريعة الإسلامية. لكن الشروط في الزواج هذه الشروط يشرطها أحد الزوجين على الآخر. يجوز للمرأة أن تشرط ويجوز للرجل أن يشرط. يعني من الطرائف في أحد عقود النكاح حضرتها فكان المأذون الشرعي يسأل أبو الزوجة ويقول هل الزوجة شروط أخرى يعني غير الشروط أسا. فكان يقول يعني هذه شروطنا ما عندنا شروط غيرها. فتفاجأ المأذون أن الزوج قال أنا عندي شروط. أيوة. فشرط الزوج قال أنا أشرط عليها كذا وكذا وكذا. يعني وهذا حق قلبت المسألة. يعني هذا العرف معروف. حتى هو يبغى يشرط. إيه نعم. العرف إن المرأة هي اللي تشرط في النكاح. صحيح. لكن كذلك الزوج من حقه إن يشرط في عقد النكاح ويكون شرطه لازم ويجب على المرأة أن تنفذ هذا الشرط. نعم. جميل. طيب أنا أبغى شوية نوقف عند النقطة هذه. كزوج أو زوجة لو حطوا شروطهم وخلاص وافق الطرفين وكل شيء، لو واحد من الشروط هذه يعني صار فيها خلاف بعد الزواج ما طبق يعني. أيوة. يعني هل فيها يعني حكم ما بقول حكم شرعي أو حكم قانوني؟ قصدك ما هو الأثر المترتب على عدم الوفاء بالشرط؟ بالضبط. أيوة. هنا هو الأثر أنه يحق للطرف الآخر طلب فسخ النكاح. مو طلاق، فسخ. أي الفسخ. أي نعم. فيحق للطرف الآخر طلب فسخ النكاح، مع أنه يحق له أن يطلب إلزام الطرف الآخر حتى قانونا ونظاما بتنفيذ هذا الشرط ويلزم بالتنفيذ إذا أمكن، وإذا لم يمكن فمن حقه أن يطلب فسخ النكاح. طيب جميل. فريق البرنامج يسعد مساكم ذهب إلى الشارع السعودي وسأل الناس سؤال، قال لهم السؤال لو في شرط حتضيفه في عقد الزواج إيش ممكن يكون هذا الشرط؟ خلينا نشوف ونرجع لكم. يكون محترم معايا، يكون ما يقصر عليه بشيء، يحترمني يقدرني، يعني اطلع من بيت ابويا عند يعني واحد كفو. ما عندي شيء والله، ما عندي شيء، لكن فعليا ترى هو الزواج ما هو عقد يتطلب عليه سجن، يعني اذا اختلفنا في شروط العقد ننفصل. ما في شيء يترتب عليه غير الانفصال. ما اتوقع فيه شروط، يعني كل الامور واضحه. احترام قبل يعني كل شيء. ما في شروط، الحمد لله امورنا طيبه، ما عندنا ذيك الشروط. الاشتراطات ممكن تاتي من المراه اكثر من الرجل. لأن المرأة ممكن تبغى تعمل عندها مجال في العمل الآن أو تبغى تكمل دراسة أو حاجة من ذا القبيل. الراجل ما أعتقد أنه يعني عنده شروط إلا إذا كان شروط تنطبق على المرأة أو حاجة من ذا القبيل، لكن لا الحمد لله. السؤال أول مرة بفكر فيه، ما بعرف. بيت مستقل وتكمل دراسة وأنه ما يمنعني من الوظيفة، هذا العادية. أما أشرط شيء ثاني لا. كما لاحظنا دكتور طبعا في اختلاف اراء الناس، في ناس طبعا بعقد الزواج تبدا البنت تقول لك والله انا ابغى ادرس اكمل دراستي، احد يجيك يقول لك لا انا مثلا ابغى اشتغل. ايش في شروط ممكن توضع في الزواج، او هل مثلا في شروط ممكن تكون ممنوع انها توضع مثلا؟ هو طبعا الشروط في الزواج الاصل صحه الشرط اذا كان له يعني اذا كان من ناحيه شرعيه ما فيه ماخذ. فالأصل أن الشرط يلزم ويحق لكل من الزوجين أن يشرط ما فيه منفعة له. ما لم يكن في هذا الشرط، ما لم يتضمن هذا الشرط أمرا محرما أو أمرا مرفوض شرعا أو نظاما. جميل. يعني هذا الأصل أنه يجب ويحق لكل من الزوجين أن يشرط على الآخر ما شاء. طيب. وتعرف هذا يختلف حسب الرغبة، إذا كانت الرغبة في الطرف الآخر الله يعينه على الشروط. صحيح. نعم. طيب أبغى أرجع أوقف مرتين عند النقطة هذه. كنت بتقول انه في بعض الشروط يعني فيها موافقه حكما وشرعا وبعضها لا. نيجي لنقطه دائما الزوجات بيذكروها انه ما يعدد علي، ما يتزوج علي. ما يتزوج حقيقه شرعا يجوز للمراه ان تشرط ان لا يتزوج عليها، ولو كان هذا الموضوع يعتبر مثلا يعني يعني عدم اباحه ما حل الله. لا ما يجوز للمراه ان تشرط ان يطلق ضرتها. هذا ما يجوز. هذا ما يجوز لان في ضرر بالغير. صحيح. لكن شرط ان لا يتزوج عليها ما في مضره على احد، شرط متحقق وفي لها في مصلحه ويحق لها
أن ولو تزوج هو يحق لها فسخ النكاح. يحق لها فسخ يحق لها فسخ النكاح أو أن تبقى إذا كان إيه نعم أو أن ترضى بالأمر الواقع طبعا، لكن يحق لها هذا، وهذا من الشروط يعني التي يمكن. جميل. أن تشرطها. طيب ننتقل لنقطة ثانية. سبحان الله نية مكانها القلب. في ناس أو بيجي رجل بيقدم على الزواج وهو حاطط في نية أنه أنا مثلا حاتزوجها سنة سنتين وحطلقها، هل النية هذه الموجودة بتحديد الموعد يعني فيها حكم؟ هو الزواج بنية الطلاق له عدة صور. إذا كان النية بنية الطلاق أحيانا لظروف معينة، مثل شخص عنده ابتعاث ومضطر للزواج ولا يستطيع أن يعيش يعني بدون زوجة، وتزوج راغب في الزواج لكن بنية الطلاق يعني حتى ف يعني ما يدري الإنسان في نيته، ربما يحب هذه المرأة وتبقى مع عمر ولا يدري عن هذا، ولذلك في مثل هذه الصورة يعني أجازها أهل العلم أو بعض أهل العلم، مثل بعض المجتمعات وبعض المجتمعات القبلية يكون الأب أو الأم مصر على أن الابن يتزوج بنت عمه ولا بنت خاله ولا كذا، ويكون الابن ليس لديه الرغبة وإنما يريد فقط يحقق رغبة والده ووالدته، فيتزوج وعنده نية أنه إذا ما يعني إذا ما ناسبه الوضع أنه يطلق، لكن ليس لديه نية الجازمة أنه سيطلق في الوقت الفلاني وكذا، لكن عنده نية أنه فقط يحقق رغبة والده ووالدته ثم يطلق. لذلك هذا الأمر الزواج بنية الطلاق في مثل هذه الصورة يعني أجازه بعض أهل العلم، وتكلموا عن هذه المسألة الفقهاء وأجازه بعض أهل العلم، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة في النوع الآخر الذي يقدم الشخص على الزواج وهو متيقن أنه سيطلق والمرأة عارفة أنه سيطلق ومكملين وفقط مجرد متعة إن صح التعبير، فهذا حقيقة ليس بزواج شرعي، لأن الزواج الشرعي حتى وإن لأن الزواج من الزواج المحظور شرعا زواج المتعة، زواج المتعة هو الزواج المؤقت الذي يتزوج فيه الرجل المرأة بوقت محدد، سواء حدد وقت بأيام أو ساعات أو شهور أو أكثر أو أقل، لأنه ينافي المقتضى أو ينافي مقصد الشريعة الإسلامية في النكاح، مقصد في الشريعة الإسلامية في النكاح أن يكون على وجه الاستمرار وأن تأليف الأسرة وأن يكون هذا على وجه الدوام، فهذا ينافي إذا كان مثل ما ذكرت على وجه الجزم واليقين وكلا الطرفين يعرف هذا الأمر على وجه الجزم واليقين، أما إذا كان شخص ما يدري ولكن ربما أنه يستمر أو لا فهذا يكون الأمر فيه في ساعة. طيب هل هناك حقوق مترتبة على الزوجين قبل الزواج؟ يعني في أمور لازم يعملوها الزوجين في عقد الزواج أو في أمور مفروض يعملوها قبل عقد الزواج مثلا؟ لا، هو الأمور التي يجب أن تكون مبدأ الوضوح بين الزوجين يكون. نعم بالزبط. سواء في شروط الزواج فيما في الحياة بعد الزواج في الأمور حتى تستقر الحياة وحتى يعني يعرف كل من الزوجين يعني رغبة الطرف الآخر وهل يستطيع أن يتعايش مع هذا الطرف أو لا، لأنها حياة مستمرة ليست مؤقتة في فترة معينة، فهذا من الأمور المهمة جدا في بداية الأمر، ولذلك يعني يفضل أن يعني يعرف المهر وآلية الزواج ومكان السكن والشروط التي بعد الزواج التي يعني قد تكون محل اتفاق أو خلاف بينهم حتى تستقر الأمور وتستقر الحياة بين الزوجين. إذا نتوقع دكتور أنه يفضل فترة البداية اللي بيبنوا فيها حياتهم في بداية الأمر قبل المرحلة هذه يكون في اتفاق واضح بين الطرفين زي ما ذكرت، هي مسألة الوضوح بين الطرفين على مسألة أنا حياتي كيف أبغاها تكون يعني، وما يتم الاتفاق عليه بعضهم حيحتاج أنه يوثقوا في عقد الزواج أو يذكروا في عقد الزواج. صحيح. بعض الناس بيذكر بيقول لك مثلا من الـ من الـ من الـ مما يذكر في عقد الزواج مثلا يقول لك مسكن شرعي أو أنها تسافر أو أنها مثلا وظيفتها الوظيفة أو التعليم دراستها ونحوها. صحيح. هل هناك مثلا أشياء أخرى غريبة ممكن تكون في عقد الزواج؟ قصدك نرجع لمسألة الشروط. أيوه. هو حقيقة نسمع في المجتمع أحيانا بعض الأشياء يعني الملفت الانتباه أو ملفت أو خارج المألوف إن صح التعبير، لكن في الشريعة الإسلامية يعني مثلا في جزئية المهر الله عز وجل يقول أو آتيتم إحداهن قنطارا. القنطار هو المال الكثير الذي لا حصر له، يعني حتى لو يعطي الرجل زوجته الملايين
فهذا طالما اتفقوا عليه فهذا حق. لكن نرجع ونقول ان الشريعه الاسلاميه تحث على تخفيف المهور يعني في المقابل. فالمساله التوافق والرضا بين الزوجين يعني متروك لهما مفتوح على مصراعيه فيما لا يخالف الشريعه الاسلاميه، سواء من مال او شروط او ظروف او نحو ذلك. من الامور التي يعني الشروط في النكاح او شروط النكاح اصلا في الشريعه الاسلاميه شرط الكفاءه. الكفاءه ان يكون الرجل مكافئ للمراه، وتكون المراه مكافئه له اجتماعيا وفي النسب والحسب وفي يعني حتى في المساله الماليه. في فيجب ان يكون صحيح صعب ان يجد مناسب له في كل شيء بالضبط، وليس هذا هو المقصود. سدد ويقارب، لكن المقصود ان يستطيع ان يتعايش مع الطرف الاخر في ظل هذه الظروف. دكتور حقيقة الأمر شوية دحين صار غريب مع التكنولوجيا. أيام الطيبين إحنا كنا نقول العقد، تلاقي مثلاً شرط البنت أكمل دراستي أشتغل، يعني شروط بسيطة. أيام الطيبين. أيوة. الآن صارت في شروط غريبة. لا زال الطيبين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نزلت شروط غريبة الآن، البنات تقول لك لا مثلاً ما أبغى وزنه يزيد، أبغى يشتري لي سيارة. يعني حتى مع التطور والتقدم صارت الطلبات غريبة. أنا قلت قبل شوي أقول حسب الرغبة، إذا كانت الرغبة من أحد الطرفين الآخر يعني جازمة فالله يعين يتحمل الشروط. يعني ممكن يلاقي يعني شروط مضحكة، ممكن يلاقي شروط مثلا تكون غريبة فعلا ممكن. في عقود الزواج ممكن ممكن والمحامي يسجل أو عفوا الكاتب المأذون الشرعي ما في مشكلة يعقد النكاح ويجب عليه أنه يدور الشروط بين الزوجين يعني. طيب الآن تحولنا إلى عقود إلكترونية، كيف ما هو النظام وكيف ساهمت هذه العقود في إجراءات الزواج وفي القوانين هذه؟ مسألة عقود إلكترونية كثير من الناس يفهمها ترى على الوجه غير الصحيح. كيف؟ المقصود العقود الإلكترونية هو توثيق العقود إلكترونيا. ليس المقصود أن يكون العقد إلكتروني. في ناس حسبوا أيوة تدخل أونلاين وخلاص الأب يزوج البنت. زوج قبلت لا لا مو ليس هذا المقصود. المقصود في العقود الإلكترونية في الزواج هو توثيق العقود إلكترونيا. وإلا لازلنا على مسألة وهذا هو الأصل أن يكون الإجابة والقبول متحققا. صحيح يعني الفقهاء تكلم عن مسألة مثلا إذا كان الولي في بلد والزوج في بلد آخر ممكن إذا تحقق شرط الثقة وتأكيد الشخص أن هذا هو الشخص يعني المقصود فإن يصح عقد النكاح. يعني ليس يعني يصح عقد النكاح حتى عن طريق الهاتف أو عن طريق الفيديو والاتصال. أيوة الفيديو والاتصال كان ممكن. لازم المأذون يشوف يعني. إيه ممكن يعني ما في إشكال. هو أهم شيء عندنا أن يكون فيه زوج وولي وشاهدين والصيغة اللي هي الإجابة القبول، أن يكون زوجتك وقبلت. طيب دكتور قانونا الآن صار فيه لازم يعني العقد يتسجل إلكترونيا. طيب هل في مثلا غرامات في أي يعني عواقب إذا أنا مثلا عملت العقد وما سجلته إلكترونيا؟ طبعا هناك فيه هو توثيق العقد الآن عدة مراحل. التوثيق الأول توثيق المأذون الشرعي اللي يوثق وقت النكاح كتابيا. نعم ويتحقق من الرضا الزوجين. ثم التحقيق التوثيق عن طريق وزارة العدل حتى يوثق في سجلات وزارة العدل. الآن حاليا بمجرد عقد النكاح الزوج يدخل البيانات في وزارة العدل أو المأذون أيضا ثم يتم توثيق إلكترونيا حاليا. وبعدها يتم توثيق العقد الورقي في المحكمة بالختم، لكن في إجراءات وزارة العدل حقيقة التحول التقني أن يستغنى عن حتى العقود الورقية كاملة ويتم التوثيق إلكترونيا فقط بدون العقود الورقية. وهذا مرحلة تسعى لها وزارة العدل في تحقيق التطور التقني في توثيق العقود وحتى تكون موثوقة. التوثيق الثالث اللي هو توثيق الأحوال المدنية وزارة الداخلية، توثيق أن أصبح متزوج لم يكن أعزبا وكذلك المرأة صحيح. توثيق أنها متزوجة. هذا هو في أنظمة الخدمة المدنية التأخير عن مدة محددة يترتب عليه غرامات مالية، كل ما تأخر في التسجيل يترتب عليه غرامات مالية. تحرج أنه مثلا بيقول لك انا عندي زوجه وما ابغاها تعرف انه انا متزوج فما ابغى اسجلها في الاحوال المدنيه، يوثق العقد بس ما يدخلها في. نرجع ان الزواج يجب ان يكون على مبدا الوضوح، فاذا كان كذلك فلا يقدم على الزواج الا رجل يستطيع ان يكون جريء. طيب ختاما دكتور بس عشان فقرتنا ما شاء الله تبارك الله غنيه جدا معاك،
نصيحة توجهها للمقبلين على الزواج في مسألة عقود الزواج أو في مسألة النصائح توجهها لهم في هذه في هذا الجانب نختم فيها الحلقة معكم. أول نصيحة هي آخر سؤال أن يكون الشخص خاصة للشخص الذي يريد أن يعدد أن لا يلجأ إلى بعض الأشياء أو الأمور التي قد يترتب عليها فيما بعد مشاكل قانونية. يعني بعض الأشخاص يتزوج ثم لا يوثق هذا العقد في الجهات المختصة، وربما يتفاجأ بعد فترة من الزمن أو بعد وفاته أو نحو ذلك في مشاكل بين الورثة كبيرة جدا بسبب عدم التوثيق، وهذا من المشاكل الكبيرة جدا. ولذلك يجب في عقود الزواج أن يكون الشخص يعني أن يقوم الشخص باستكمال جميع الإجراءات النظامية سواء في التوثيق في وزارة العدل أو التوثيق في الأحوال المدنية حتى لا يترتب عليه أي آثار قانونية فيما بعد أو خلافات أو مشاكل. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شكرا لك دكتور. طبعا مشاهدينا كان معنا الدكتور فيصل بن سعد العسامي المحامي والمستشار الشرعي والقانوني والقاضي بديوان المظالم سابقاً.